في موضوع الأسرى، أفادت عائلة الأسير محمود الدبعي أنه مضرب عن الطعام لليوم السابع على التوالي بسبب تعرضه للتعذيب الشديد خلال التحقيق وتعرضه للإهمال الطبي. ونقلا عن مصادر عائلية، فإن الدبعي يمكث في ظروف اعتقالية صعبة للغاية. وذكرت مصادر محلية أن الدبعي زار خلال 43 يوما جميع مراكز التحقيق لدى سجون الاحتلال، وكان قد أصيب قبل اعتقاله بثلاث رصاصات في الكتف والظهر خلال محاصرة جيش الاحتلال المكان الذي كان يتواجد به. وأشارت إلى أن قوات الاحتلال نقلت الأسير الدبعي في أول أيام اعتقاله إلى المستشفى دون تقديم أي علاج لازم له. تفاصيل حول الحالة الصحية للأسير محمود الدبعي، ينضم إلينا والد الأسير محمود الدبعي. أهلا ومرحبا بك معنا. يا هلا فيك ويا هلا بجميع المستمعين. تحياتي. بالبداية، تفاصيل أكثر عن الحالة الصحية لمحمود وفي أي الزنازين يقبع الآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. محمود اليوم له معتقل لدى قوات الاحتلال 45 يوم. نعم. وهو الآن موجود في مركز تحقيق الجلمة، وينقل من مركز تحقيق إلى مركز تحقيق طول فترة اعتقاله. محمود وضعه الصحي سيء جدا، لأنه مصاب بثلاث طلقات رصاص، واحدة بالكتف وثنتين بالظهر. لم يقدم له أي نوع من العلاج، إنما تقدم له علاج بسيط تضميد جروح، وهذا لا يكفي. وصلنا عبر أخ وسجين خرج من عند محمود، التقاه وياه بالبوسطة، إنه محمود يعاني من التهابات ومن درجة حرارة عالية في الليل. نعم. هل كان هناك أي زيارة عائلية من عائلة الأسير محمود داخل سجون الاحتلال؟ وكيف علمتم بالوضع الصحي لمحمود؟ هل تواصلتم مع أي جهة حقوقية ورسمية؟ حتى الآن محمود ممنوع من لقاء المحامي. نعم. الخاص به بمركز التحقيق، ولم تقم العائلة بزيارته. نحن علمنا بالأخبار الأخيرة أن محمود مصاب ويعاني من التهابات من خلال سجين التقى به، كان بطريقه من السجين من سجن النقب إلى سالم لمقابلة المخابرات. مكث مع محمود ابني ثلاث أيام بالبوسطة بمراء، ومحمود قال له وصل هاي الرسالة للأهل. ومبارحيات احنا وصلتنا الأخبار السيئة، وناشدنا جميع المؤسسات الحقوقية وهيئة شؤون الأسرى والنقابات وضع من أجل الضغط على دولة الاحتلال عشان يقدموا العلاج اللازم لمحمود. نعم. هل هناك أي جهة رسمية أو حقوقية تواصلت معكم بشأن أن تعطيكم آخر التطورات بشأن الحالة الصحية للأسير محمود داخل سجون الاحتلال؟ هيئة شؤون الأسرى تواصلت معنا، مديرها أبو سياف مشكور في جنين، والأخ مهند جرادات والدائرة القانونية تواصلوا معنا اليوم وأبلغونا أنه هناك وفد من المحامين سيذهب إلى مصلحة السجون ويطلب منهم زيارة محمود والتأكد من إصابته والعمل على الضغط عليهم من أجل تقديم العلاج اللازم. نعم. نهاية، ما هي مطالبكم ورسالتكم كعائلة الأسير الجريح محمود الدبعي عبر منبر وطن؟ أول شيء مطلبنا الوحيد أنه كل أحرار العالم وشعبنا الفلسطيني وقيادتنا وكل المسؤولين اللي بيقدر يساعد محمود بالنسبة لتقديم الضغط على دولة الاحتلال عشان من كل واحد من موقعه من أجل تقديم
تقديم العلاج له. وثانيا احنا كعائلة اسير يعني اللي من نقدر نقوله عبر منبر وطن انه احنا ومحمود، احنا ومحمود كعائلة محمود، هذه الاجراءات التعسفية وهذا هذا التنكيل وهذا الظلم اللي واقع علينا كعائلة وكابن محمود لن يثنينا ولن يهز عزيمتنا ولا عزيمة الشعب الفلسطيني اتجاه تقديم واجبنا الوطني والديني اتجاه بلدنا. ومحمود كما انتصر عليهم في معركة في المعركة في 13/5 عندما حوصر سينتصر عليهم بإذن الله، لأنه احنا عندنا ثقة بالله أولا بأولادنا آخرا. نعم، كان الله بالعون، ونتمنى الشفاء العاجل والفرج القريب لمحمود ولكافة الأسرى داخل سجون الاحتلال. شكرا لك والد الأسير محمود الدبي على كل هذه المعلومات والتفاصيل الخاصة بمحمود.